صباح الخير طلاب الصف الرابع. صباح النور حبايبي. اليوم الموضوع مالتنا هو التغير الكيميائي وخصائصه. شرحنا بالدرس السابق عن التغير الفيزيائي وعرفنا شنو الانواع اللي موجوده بالتغيرات الفيزيائيه، وشرحنا عن التبخر والانجماد والتكاثف والغليان. اليوم الموضوع مالتنا هو التغير الكيميائي. التغير الكيميائي راح تلاحظ حسب الصور اللي موجوده عندك، راح تلاحظ انه تتكون لماده جديده. اليوم نريد نعرف شنو تعريفه. التغير الكيميائي هو تغير في تركيب الماده الاصليه وينتج عنه تكون مادة جديدة ذات خصائص مختلفة عن المادة الأصلية. رح أعيد التعريف، هو تغير في تركيب المادة الأصلية وينتج عنه تكون مادة جديدة ذات خصائص مختلفة عن المادة الأصلية. شنو معنى تعريفي؟ معنى تعريفي إنه إحنا بالتغيرات الفيزيائية ما تكونت لي مادة جديدة. مثلا من استخدمنا إحنا مثلا الطين الاصطناعي، ممكن إنه نسوي به تغير في شكله، ممكن نسوي تغير في حجمه، لكن ممكن إحنا الرجعة إلى طبيعته الأصلية، يعني الرجعة المادة الأصلية مالته. لكن بالتغيرات الكيميائية راح تتكون مادة جديدة، هاي المادة الجديدة تكون مختلفة تماما عن المادة الأصلية. المثال اللي موجود عندي مثلا هنا عندي قشر الموز، انتبه وياي على هذا المثال التوضيحي. عندي قشر الموز، إذا عفته بمكان مثلا مدة يوم أو يومين، إذا أنت تركته راح تلاحظ تغيير في قشر الموز. ممكن يكون التغير مالته لونه يكون جوزي أو أسود، يعني شلون نقول تغير في شكله. يصير أني أرجع هذا الشكل إلى وضعه الأصلي؟ يستحيل. إذا هذا النوع أسميه تغير كيميائي، تغير كيميائي تكون مادة جديدة. أعطيك مثال توضيحي آخر. مثال التوضيحي الآخر عندنا تعفن، تعفن فاكهة، تعفن حمضيات، تعفن الأغذية، راح تتكون عندي مادة جديدة. هاي المادة الجديدة تكون مختلفة تماما عن المادة الأصلية اللي تكونت من عندها. التعريف الثاني عندي الخاصية الكيميائية. الخاصية الكيميائية تنطبق تماما على الأمثلة اللي موجودة عندي. الخاصية الكيميائية هي قابلية المواد، انتبه، قابلية المواد، هاي المواد اللي قدامي، على شنو؟ على تكوين مواد جديدة من نوع آخر. راح تكون لي مادة جديدة لكن من نوع آخر يختلف تماما عن المادة الأصلية، من نوع آخر يختلف بخواصها عن خصائص المادة الأصلية. عندي هواية أني أمثلة عن التغيرات الكيميائية. التغير الأول هو تغير قشور الموز. التغير الثاني هو قلي البيض. قلي البيض انه راح يتغير من شكل الى اخر. اعداد الفطائر، الالعاب الناريه، تسوس الاسنان. لاحظ انه تسوس الاسنان هذا يكون تغير كيميائي. تعفن الفاكهه او تعفن الاطعمه، والنوع هو تغير اوراق الاشجار. عندي سؤال، السؤال يقول عند قلي البيض، انتبه على السؤال، عند قلي البيض أو سلق البيض يعتبر تغير كيميائي. راح يسألني طالب ست ليش يعتبر تغير كيميائي؟ راح يعتبر تغير كيميائي لأن راح يصير لي هنا شنو؟ راح انتبه على قلي البيض. شنو ليش صار تغير كيميائي؟ لأن راح شو راح يصير عندي هنا؟ تغير في تركيب الداخلي للبيضة. شنو التركيب الداخلي من حيث شنو؟ راح يكون من حيث الشكل، من حيث الرائحة، ومن حيث القوام، بتأثير درجة الحرارة. إذا تغير الشكل تماما كون لي مادة جديدة، إذا هذا يسمى تغير كيميائي. أكو أدلة، أو أقول لك سؤال مثلا، ما دلائل حدوث التغير الكيميائي؟ يا طالب يشارك وياي، شنو هي الدلائل اللي أني من أعرفها أعرف إنه هذا تغير كيميائي وليس تغير فيزيائي؟ نعم، تغير اللون. من أني أشوف تغير عندي اللون، إذا هذه أول نقطة عندي هو تغير كيميائي. النقطة الثانية انبعاث رائحة، مثلا عندي إعداد الفطائر، انبعاث رائحة أو تعفن فاكهة، راح أعرف إنه هذا هو شنو؟ تغير كيميائي. نعم، لا هذا مو دلائل، هذا أمثلة. مثال الآخر، نعم، انبعاث حرارة وضوء، مثلا عندي الألعاب النارية. النقطة الرابعة، نعم، تكون الفقاعات الغازية. دائما من تشوف انت عندك الماء
من تخلي له قرص مع الفوار راح تلاحظ انه اكو ظهور فقاعات غازيه، اذا هذا راح يكون تغير كيميائي كون الي ماده جديده. اكو اهميه كبيره للتغيرات الكيميائيه بالنسبه للانسان، اللي هي اولا عمليه هضم الطعام، اثنين عمليه البناء الضوئي للنباتات، ثلاثه تكون الصور. الموضوع الاخير بالنسبه للتغيرات الكيميائيه، اكو تغيرات كيميائيه مفيده واكو تغيرات كيميائيه ضاره. التغيرات الكيميائيه المفيده مثل طهو الطعام، صناعه المواد البلاستيكيه، صناعه الادويه، بينما التغيرات الكيميائيه الضاره مثل عندي تعفن فاكهه او الحليب او تعفن الاطعمه او ان نسميها فساد الاطعمه.